سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم ما هو كيفاش نعملو شمع رومانسي بطريقة جد مبسطة بدون شمع. كيفاش غنعملو؟ تسناو معايا للاخير وان شاء الله تشوفوا الفيديو. اول حاجة ننزل هادي باش ما نوسخش الطبلة. نحتاج هاد الانواع اللي عندي. المهم نتوما استعملوا اي نوع عندكم، هذا نوع صغير وهذا النوع العادي وهذا النوع المزخرف. ها هو انا غنستعملو ثلاثة باش تشوفوا ثلاثة كيفاش يجيو. انا معمرهم بالماء العادي، ها هو بالماء العادي. وهادي قبل ما نعمل الماء نعمل هاد الوردة، هادي جبرتها ديال البلاستيك. نحاول نفتحها هيدا بهاد الطريقة هادي. وهادي بغيت نخليها هكذا، بغيت نعمل لها هاد الأنواع ديال الزاج اللي كيتباع هذا. إلا كنت غنعمل لها هادو فبإمكاننا نعملوهم قبل ما نعملو الماء. انا نعملهم دابا ماشي مشكل. ها هي عملت فيها هادو بالالوان، وحتى هادي غنعمل فيها الماء، وهادي غنخليها فارغه باش تشوفوا نتوما كيفاش كتكون. ها هي وعنجي من الاخيره هي عملت فيها هاد الماء هاد. ودابا شنو غنعمل؟ قبل ما نعمل اي حاجه كنشوف الا عندي شي ملون نعملو. ما عنديش صافي. انا هنا عندي هاد الملون هذا وفيه الريحه مزيونه، الريحه ديال الورد. غنعمل واحد شويه، ها هي بس تعطيني الريحه ديال الورد. وهذا ما عنديش ملون، فعندي هاد الشعلات هادو التهبي والنقري والتركو. فغنحاول نعمل واحد شويه ديال التهبي. هكذا صافي. كان عندكم ملون اعملوها، بغيتو اي ملون تعملوها في الحمر في الزرق في الصفر، يعني حتى الملون ديال الصباغات ديال العول الصغارين بامكانكم تعملوها. وهذه غنخليوها عاديه باش نشوفوا شنو غنعملوا. دابا شنو غنحتاجو؟ غنحتاجو بلاستيك. انا عندي هاد القرعه هذه كبيره، وغنقطع منها واحد دائره صغيره ديال البلاستيك. بعد ما قطعتهم غنحاول نقطعهم على شكل دوائر. هاد الدائره الاولانيه ها هي. ما نساوش بان الدائره هذه خصها تكون صغيره، ها هي الدائرة هذه الصغيرة، وهادي ها هي. غنجيو للوسط ديال هاد الدائرة هادي، غنحاولو نعملو واحد التقيبة صغيرة. نحاولو نعملوهم كاملين على هاد الشكل هذا. نشبر هنايا، عندي هاد الفسيلات هادو اللي كنت احتاجتهم انا في الفيديو اللي فات. ما عندكمش الفسيلات هادو فبامكانكم تاخذوهم واحد الشماعه
صافي غنحتاج هاد الجوج، وهادو غنحتفظ بيهم، نقدر نعدل بيهم شي حاجة اللي مجا. صبر هاد الفتيلة هادي غنقطع على جوج، هيا هادي نحاول ندخل الرز ديالها هنايا، هكذا بهذه الطريقة هادي نعمل الاخرين ونرجع لكم ان شاء الله. واحد الملحوظة، فحاولوا هاد الثقبة هادي تعملوها صغيرة باش هاد الفتيلة هادي تبقى معوطة. بعد ما وجدت هادشي كامل بقيت لي واحد حاجة الاخرانية، وهي كيفاش غنعملو باش نخليو هاد البلاستيكة هادي تبقى على وجه ديال الماء. شنو غنحتاجو؟ غنحتاجو الزيت، بالاحسن يكون الزيت ديال الخزامة او زيت معطر، و الا ما كانش عندنا فبامكاننا نعملو زيت عادي. هيا ودابا غنشعلو الشميعات، ودابا غنوضعو هاد البلاستيك نعملوه هكدا. وهذا ها هو، وهذا معوضتو، ودابا غنشعلو هاد الشميعات هادو وقولوا لي الراي ديالكم كيف جايجيكم. شوت يدي، وها هما المنظر ديالهم زوين، عجبوني بزاف بزاف بزاف. ها نتوما شفتوا شمعه مائيه كيمكن تعملها في البيت، كيمكن تعملها في الحمام، كيمكن تعملها في اي موضع بغيتي. مهم طريقه جد مبسطه، كنتمنى يعجبكم الديكور، كنتمنى تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.